طبعا انتوا عارفين انا مين، انا الجدة الشريرة بس بجناحات. لو عايزين تعرفوا انا بقيت عندي جناحات ازاي، تابعوا الحدوتة. I see you. فكيني يا جدة شريرة، فكيني، فك الحبل، سيبيني سيبيني. مش هسيبك يا سعيرة يا شريرة إلا إذا قلتيلي إزاي يبقى عندي جناحات. ده طلب صعب جدا، لو عملتيها هتدمري الغابة. ملكيش دعوة يا سحرة يا شريرة، ما أنا طول عمري بدمر في الغابة. طيب هقولك، بس تفكيني من الحبل ده. بص يا ستي، انتي لو كلتي بيض الحيوانات اللي بتطير هتتحولي لجدة شريرة بجناحات. انتي متأكدة يا ساحرة يا شريرة؟ اصل لو ما الكلام ده ما عمليش جناحات هاجي وموتك في مكانك ده. ايوه متأكدة. هو انا يعني هضحك عليكي ليه؟ روحي روحي كل الحيوانات اللي بتطير او كل البيض بتاعه، ساعتها هتبقي بلك جناحات. خلاص انا هفكك وهروح اكل الحيوانات اللي بتطير او اكل البيض بتاعهم. I see you. يا سلام، اخيرا بيضت البيض بتاعي، ده شكله جميل قوي. انا بقى هروح اتمشى كده في الغابة واجيب اكل واجي بقى علشان ايه، اشوف البيض الجميل بتاعي وهو بيفقس. يا سلام. I see you. يا سلام، بيض ناعم، بيض كبير، بيض لذيذ. ايوه انا هبدأ ببيض النعام، هاكله علشان الجناحات بتاعتي تطلع وتكبر. هم 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 هم. يا سلام، الواحد كل وشبع، ده البيض ده طلع لذيذ جدا. انا هروح ادور في الغابة على بيض تاني علشان اكله، علشان جناحاتي تطلع بقى وتكبر، وبعد كده هدمر لهم الغابة. I see you. ايه ده، البيض بتاعي راح فين؟ ده كان هنا، انا كنت سايباه من شوية. يا ترى مين اللي خده، مين اللي خده من الحيوانات الشريرة؟ انا هروح ادور على البيض بتاعي، اكيد في حد خده. يا رب ما يكونش حد كل البيض بتاعي. يا فرخة يا فرخة، ما شفتيش البيض بتاعي؟ كاك كاك كاك. لا يا حبيبتي ما شفتوش، هو انت كنت سايباه فين؟ انا كنت سايباه عند البيت بتاعي، بس مش عارفه مين خده، رجعت ما لقيتهوش. دي حاجة غريبة جدا، مين من حيوانات الغابة يقدر ياخد البيض بتاعنا؟ تصدقي ان انا سايبة البيض بتاعي انا كمان، اما اروح اشوفه يا اختي لحد ياخده زي ما خد البيض بتاعك. ماشي، وانا اروح ادور على البيض بتاعي في حتة تانية، يمكن الاقي حد يقولي هو فين. I see you. يا سلام، الغابة شكلها مليانة بيض النهاردة، انا هاكل البيض ده علشان جناحاتي قربت تطلع اهي. هم 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 هم. يا سلام، بيض لذيذ جدا، بس مش ألذ من بيض النعامة اللي أنا كلته قبل ده، ده شكله بيض فراخ. أنا هروح بقى علشان أدور على بقية البيض في الغابة.
ايه ده؟ يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، البيض بتاعي اتسرق هو كمان. يا ترى مين اللي بياخد البيض في الغابة؟ الحقوني يا اهل الغابة، يا حيوانات الغابة، البيض بتاعي اتسرق، وكمان بيض النعامة. يبقى كده في حاجة بتاكلهم في الغابة، الحقوني الحقوني. يا سلام يا سلام، انا طلع لي جناح. اما اروح بقى اكمل على بيض الحيوانات علشان الجناح التاني يطلع. اي سي يو. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ دي الجدة الشريرة هنا في الغابة وبتاكل بيض الطيور اللي في الغابة. يا خبر يا خبر، دي زمانها هتخلص عليه. ده زمان الطيور اللي في الغابة زعلانين قوي. انا لازم اتصرف، انا هروح اقول للاسد سيمبا علشان يشوف له حل معاها. ده هتبقى قوية جدا بعد ما يطلع لها جناحات. يا خبر يا خبر. يا أسد سيمبا يا أسد سيمبا، الحقنا يا أسد سيمبا. خير يا حيوانات الغابة، في إيه؟ الحقنا يا أسد سيمبا، في حاجة في الغابة بتسرق البيض بتاعنا. احنا مش لاقيينه احنا الاتنين، وفي كمان طيور تانية زمانها جايالك. البيض بتاعنا بيتسرق يا أسد سيمبا. دي حاجة غريبة جدا، مين في الغابة بيسرق البيض؟ أنا مش عارف. الحق يا أسد سيمبا، الحق اللي بيحصل في الغابة. في ايه يا فلافيل انت كمان، ايه اللي حصل لك؟ ما حصلليش حاجة، بس الجدة الشريرة انا شفتها بعناية بيطلع لها جناحات، بتقول ان هي اللي بتاكل بيض الطيور اللي في الغابة. الحق يا اسد سيمبا، ده هتخلص عليه. يبقى اكيد كلت البيض بتاعي. خلاص يا حيوانات الغابة، روحوا بيوتكم وانا اروح اتصرف مع الجدة الشريرة دي. انا مش عارف كم مرة هخلص عليها وترجع لي تاني الغابة. وأخيرا جمعت جناحاتي. كده محدش هيقدر عليا في الغابة كلها. لا لسه فيها جدا شريرة، حد يقدر يتخلص منك. انت نسيتي الأسد سيمبا ولا ايه؟ مش هتقدر تعمل لي حاجة يا أسد سيمبا طول ما أنا بجناحات. لا هقدر، وهتشوفي وهولعلك كمان في الجناحات بتاعتك. لا يا أسد سيمبا، أنا تعبت وشقيت على ما جمعت الجناحات بتاعتي دي. لا أرجوك سيبني. وأخيرا خلصنا منك يا جدة يا شريرة.